الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء جديد مع هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبابنا باب الاستخارة والمشاورة، وهذا أيها الإخوة المستمعون باب مهم للغاية، يحتاج إليه المسلم حاجة ماسة، وذلك أن الاستخارة بصلاتها ودعائها المعروف الثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام سبب للخير والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة، لأن المستخير مفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ملتجئ إليه، متبرئ من حول نفسه وقوتها، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى يفوضه إليه، يرجو منه سبحانه وتعالى التوفيق والعون والتيسير. والمشاورة أي مشاورة أهل الخير والفضل والرأي والصلاح والأمانة، وذلك في الأمور التي يتردد فيها الإنسان ويبقى متحيرا، هل يفعل أو لا يفعل، هل يقدم أو لا يقدم، فيسن له في مثل ذلك ويندب له أن يستخير الله سبحانه وتعالى وأن يستشير أهل الرأي والصلاح والأمانة والاستقامة من عباد الله تبارك وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام وهو أسد الناس رأيا صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه في بعض أموره، وكذلك خلفائه من بعده كانوا يستشيرون أصحابهم. والاستشارة باب مبارك على العبد لا يندم عليه، والاستخارة أيضا باب عظيم إذا فعله العبد فإنه لا يخيب، لأن من فوض أمره إلى الله كفاه الله، أليس الله بكاف عبده. وقد صدر رحمه الله هذه الترجمة بآيتين من القرآن، الآية الأولى قول الله سبحانه وشاورهم في الأمر، والآية الثانية وأمرهم شورى بينهم أي يتشاورون بينهم فيه أي في أمرهم. وهذا فيه أن المسلمين هذا شأنهم، يتشاورون، ويأنس المسلم برأي أخيه، ولا سيما أن الرأي الذي يؤنس به هو رأي العقلاء النبهاء الفطنة الأمنة، فهؤلاء ولا شك أن رأيهم مما ينير للمرء طريقه بإذن الله سبحانه وتعالى. أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مخرج في صحيح البخاري، حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر،
وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته. هذا الدعاء بعد هذه الصلاة العظيمة المباركة دعاء عظيم نافع جدا، حري بالمسلم أن يحفظه بألفاظه الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك هذا الخير العظيم والثمرة المباركة، حيث يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك أيها الإخوة الكرام أن هذا الدعاء دعاء عظيم مبارك قد أرشد إليه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، مقام طلب الخيرة في الأمر الذي يقدم عليه المسلم، ولا سيما إذا كان مترددا في مآل ذلك الأمر، هل هو إلى خير أو إلى شر، هل هو إلى نفع أو إلى ضر. وهذا الدعاء جعله الله سبحانه وتعالى عوضا لأمة الإسلام عما كانت عليه أهل الجاهلية، أو عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام إذا بدت للواحد منهم حاجة من نكاح أو سفر أو بيع أو نحو ذلك، فيطلبون بذلك علم ما قسم لهم في الغيب، أي أن الواحد منهم إذا كان مترددا في نكاح أو في زواج أو في تجارة أو غير ذلك زجر الطير، أي هيجها من مكانها، فإن اتجهت إلى اليمين أقدم، وإذا اتجهت إلى اليسار أحجم. أو مثلا يخط خطوطا في الأرض فردية وزوجية، ثم بناء على النظر في تلك الخطوط يقدم أو يحجم. ولا شك أن هذا ضلال وسفه كان عليه أهل الجاهلية. وأما أمة الإسلام فقد هداهم الله سبحانه وتعالى إلى مراشد الأمور ومفاتيح الخير وسبل السعادة في الدنيا والآخرة، ومن ذلكم هذا الدعاء العظيم المبارك الذي هديت إليه أمة الإسلام. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المعروف زاد المعاد وهو يتحدث عن هذا الدعاء، يقول وعوضهم أي أمة الإسلام بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعباده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه. فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجود الله سبحانه، والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته وتفويض الأمور إليه والاستعانة به والتوكل عليه، والخروج من عهدة نفسه والتبرؤ من الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد الله وليه وفاطره وإلهه الحق، إلى أن قال رحمه الله والمقصود أن الاستخارة توكل على الله
وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربا الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك، وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة السعادة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى نقلا من كتابه زاد المعاد. وما ندم من استخار ربه بعلمه المحيط بكل شيء واستقدره بقدرته الكاملة على كل شيء وسأله سبحانه من فضله العظيم. وقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، فيه دلالة على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء والمحافظة عليه والعناية به بلفظه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وقوله يقول لنا إذا هم أحدكم بالأمر، أي من الأمور التي لا يدري ما عاقبتها مثل السفر أو الزواج أو التجارة أو نحو ذلك، ولا استخارة في فعل واجب من الواجبات أو ترك محرم من المحرمات. وقوله فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي فليصلي ركعتين من غير الصلوات المفروضة، وذلك لتكون صلاته مفتاحا له لنيل الخير وسببا لإجابة مطلوبه وتحقيق مرغوبه. ولم يأتي في شيء من طرق الحديث تعين قراءة معينة من آية القرآن أو سوره لتقرأ في هذه الصلاة، ولذا يقرأ المستخير في صلاته ما يسر الله له من القرآن دون التزام شيء معين. وقوله ثم ليقل، ظاهره أن الدعاء يكون بعد الفراغ من الصلاة، أي بعد أن يسلم، ويحتمل أن يكون ذلك قبل السلام، أي بعد الفراغ من أذكار الصلاة ودعائها، والأولى الأول وهو أن يكون بعد السلام. والأفضل أن يرفع يديه عند الدعاء، لأن رفعهما من أسباب إجابة الدعاء. ومن كان لا يحفظ هذا الدعاء وقرأه من كتاب فلا حرج عليه، وعليه أن يجتهد في إحضار قلبه والخشوع لله والصدق في الدعاء والتأمل في معاني هذا الدعاء العظيمة. ومن لم يكن حافظا للدعاء وليس بحضرته كتاب واحتاج إلى الاستخارة، فإنه يصلي ركعتين ويدعو بما يتيسر له من معاني طلب الخيرة. وقوله اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب منك يا الله أن تختار لي الخير من الأمور والأرشد منها بعلمك المحيط بكل شيء، بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. وقوله أستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك أن تقدرني عليه أو أن تقدرني عليه بقدرتك على كل شيء. وقوله أسألك من فضلك العظيم، أي أطلب منك يا الله أن تكرمني بفضلك وتمن علي بعطائك، لأنك أنت المتفضل وحدك والمنعم لا شريك لك. وقوله فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، فيه الإيمان بقدرة الله على كل شيء وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، مع الاعتراف بضعف العبد وعجزه وافتقاره إلى ربه سبحانه. وقوله اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بعينه كان زواجا أو تجارة أو سفرا أو غير ذلك. وقوله إن كنت تعلم يرجع إلى عدم علم العبد بعاقبة أمره، وأما الرب سبحانه فعلمه محيط بكل شيء. وقوله خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، قدم الدين لأنه الأهم، فإذا سلم الدين فالخير حاصل وإذا اختل فلا خير بعده. وقوله أو قال عاجل أمري وآجله، هذا شك من الراوي وهما يؤديان للمعنى السابق. وقوله فاقدره لي ويسره لي، أي اجعله لي مقدرا وميسرا. وقوله ثم بارك لي فيه، أي أدمه علي وضاعفه فالبركة
تتضمن ثبوت النعمة ونماءها. وقوله وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي إلى آخر الدعاء، فيه سؤال الله أن يصرف هذا الأمر عن باله، وأن يباعد بينه وبينه، وأن يكتب له الخير حيث كان، وأن يرزقه الرضا بما قسم الله من وجود ذلك الأمر إن وجد أو عدمه إن عدم. وهذا فيه إقرار العبد بأن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وبتقديره جل وعلا، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله.